الأسد وابن العرب والأجنبي يا شمس هدي وودي حدي وغربي ونبتدي الجول بالصلاة على النبي وصلك؟ جواب؟ أنا ما وصلنيش جوابات يا راجل. دي الفرحة حطل من عينيك، يبقى حد بلغك. بس مين؟ ما تقول أنت حج عزام. ما بلغكش إن الجزية حامل؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ده أنا كنت بحسبك حتتنطط قدامي من الفرحة. تتكلم جد؟ هو ده موضوع ينفع فيه هزار؟ حكيم هو اللي قال الكلام ده. أمال الله، أنت هتفضل واقف كده؟ تعال اتفضل.
أصل الحكيم دي جايب معاه من بلاد بره حاجات واختراعات جديدة نوع، بيعرف منها إن كانت الست من دول حامل ولا لا من قبل ما يبان عليها أيها حاجة خالص. رحنا له بالجزي تاني يوم ما جينا من بشنين على طول. اتفضل. معاه في الاستبالية بتاعته حكيمة خواجاية زيه بيقولولها يا سيستر، هي اللي كشفت على الجزية وقعدت ترطم معاه باللسان. التفت للحكيم ابن البلد اللي ودنا ليه، بغبغله كلمتين وراح فشخ حنكه وقايل لنا الدكتور بيستغرب وشايف ان الست ما فيهاش اي جنس عيب يمنعها من الحمل، بالعكس دي حبلة في ثلاث اسابيع. سبحانه قادر على كل شيء. لما هي فين الجازية؟ الكلام خدني ونسيت اقول لك، اصل الست صفية جمعت لطيف به ابن عمي المستوظف في الحجانية واللي ماسك دايرة البرنس يلمص. هل بت ما انت شفته لما جه يزورنا في البلد اول عام ناول؟ يمكن قابلته مرة في الدوار ايام العمدة صادق. اهي جماعته دي جت النهاردة وخدت الجزية علشان تزور الامام الشافعي، وتوفي نادرة كانت نادراه لو ربنا اكرمه وفك عقدتي. كده بقى زورنا مولانا الامام الشافعي ومولانا الامام الليسي وستنا عيشة وستنا نفيسة، ايه رأيك بقى نكمل على السيدة زينب ونزور ام هاشم بالمرة؟ لا خليها للمرة الجاية، انا عطلتك النهاردة كتير وبتقولي وراكي توضيب للعزومة بكرة. يا اختي يا جازية، ما اهل الدار هم اللي بيعملوا كل حاجة. بس الوقت اتمسى يا ست صفية، واني سمعت اذان العصر واحنا خارجين من السيدة نفيسة. عموما على راحتك، يبقى انا وصلك بيتكم واكمل انا على بيتنا. راديا يا راديا، ست هانم الف حمد لله على السلامة. الله يسلمك، انت رايحة فين؟ سيدي العمدة وصل، وسيدي عزام بيه بعتنا جيب صندوق دخان. بتقولي ايه؟ العمدة جه من بشنين؟ ايوه، ومستنيكي فوق مع عزام بيه. طب روحي هاتي الدخان. يبقى الجواب اللي بعته الحاج عزام وصل له، قام جه على ملا وشه. بس ما يلحقش يا ست صفية، ابويا بعته له اول امبارح. يا اختي يا جازية، المهم انه جه. اسمعي يا جازية، انا هخلي لطيف بيه يعزمكم انت والعمدة والحاج عزام وتيجوا بكرة. الف مبروك يا جازية. يبارك فيك يا سيدي. بس لسه ايه؟ الحاج عزام بيقول لي ان الحكيم ابويا صدق في اللي قاله، بس الحكيم اللي ودانا اتكلم مع لطيف به الحسين وهو قال لي جماعه الست صفيه. قال ايه يا ام عزام؟ قال لها ان حاله قلبي مش هتستحمل الحبل والولاده. حاله قلبي ازاي يعني؟ ما اعرفش، اهو قال كده وخلاص. خلاص ازاي؟ احنا لازم نعرف معنيته ايه الكلام ده. وانت الحمد لله عمرك ما تعبتي ولا رجدتي الا لو كانوا حبه هوا ولا دور كحة. يا اخويا اللي يمشي في مشوار الحكمة يروح في شيخ طويل، المهم اني كويسة ما تاخدش في بالك. لا يا جازية، اني لازم اخد في بالي لحد ما اطمن عليكي، واني بكرة ان شاء الله حزور ابن خالتي بكري في شبرا مصر وهعرف منه طريق اكبر حكيم علشان افهم منه معناته ايه الكلام ده. يا اخويا فضك بقى من السيرة دي وخليني اقول لك مبروك على نعمة. الله يبارك فيكي. اهو بقى كل اللي جابه ربنا خير لازم نشكره عليه، واللي في بطنك هيخويها ان شاء الله. يا رب يسمع منك يا عمدة. امال الخبر وصلكوا ازاي؟ اخويا العوض جه من بشنين تاني يوم خضرة ما ولدت. العوض هنا؟ امال هو فين؟ بقيت من ليلة امبارح عندنا سايبه في حلوان. بقول لك يا سي فتح الله. خير يا جازية؟ عايز اقول ايه؟ لطيف به الحسيني ابن عم ابويا عزام. ماله؟ عاش من هو والست جماعته نحضر العزومة الكبيرة اللي عاملها في السراية بتاعته بكرة. والعزومة دي مناسبتها ايه؟ بيقولوا حاجة كده تخص كبارات البلد، حفلة عاملها عشان السلطان حسين رجع من بلاد بر. احنا ايه اللي خصنا في العزومة دي يا جازية؟ هو انت مش عمدة بشنين؟ يعني من الحكام؟ انا العمدة، وطول ما اخويا العمدة فتح الله غايب انا جاي مجامه. مفهوم يا شيخ الغفر؟ محدش قال غير كده يا جناب قايم مقام العمدة. برضك طريقتك في الكلام مش عجباني. الله، خبر ايه يا شاهر؟ مالك صبح فارد جلوعك وحاطط شيخ الغفر على دماغك وزاعك ليه؟ معليش يا ابو الشيخ حامد،
معلش بس كل حاجة وليها أصول كده ولا لا؟ طبعا كده. ولما أكون جاي من مقام العمدة يبقى مقامي من مقامه ولا لا؟ معلوم. حلو قوي. شيخ الغفر علوان بقى مش عامل اعتبار للكلام ده كله وبيتصرف معاي كأني زي ما كنت الأول. ليه يا سي شاهر؟ عملت ايه بالظبط؟ اهو قدامك يا بشيخ حامد اهو بيقول لي يا سي شاهر. واخد لي بالك انت من سي شاهر دي؟ ما قاليش يا جناب العمدة ولا حتى يا عمدة بس من غير جناب. يا ريت على حد كده وبس الا اني واقف على حيلي وهو قاعد مكانه متنك. فيه شيخ غفر يقعد وعمدته واقف يا بشيخ حامد؟ جل من لا يسهو يا جناب جاي من مجام. برضك مش عجباني. شايفه شايفه بيقولها ازاي يا بشيخ حامد؟ ولا تزعل يا سيدي انا كمان حجفه. لا 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 انت لا يا بشيخ حامد، انت شيخنا وبركتنا وكبرنا. اقعد وبرضك ما يجراش عليك اللي يجرى على الغفر وشيخهم. لو اللي زاد وغطى بقى اللي زاد وغطى. اللي حصل ليله امبارح. ايه اللي حصل ليله امبارح؟ ايه لو انت مش فاكر ايه اللي حصل ليله امبارح. ايه اللي حصل يا شاه؟ قول. يرضيك يا بشيخ حامد هو والغفر بتوعه يقطعوا عليا الطريق ليله امبارح. ايه يقطعوا عليك الطريق ازاي؟ قدامك يا بشيخ حامد اهو، اساله وخليه يجاوبك. جاوبني يا شيخ الغفر، ايه الحكايه؟ الحكايه اني منعت مصيبه يا مولانا. جاتني خبريه من غفير بصاص من بتوعي ان جناب قايم مقام العمده متفق هو واصحابه ينزلوا على عزبه السخاوي بعد العشاء. قلت في عقلي بالي في الاول انهم اكيد قصدين محل الخواجه بورتس وكفايه نكترهم من بعيد لزوم الحمايه يعني. لكن وصلتني الخبريه الثانيه اللي خلتني ارابط اني والغفر على كبر السخاوي وما نخليهمش يعدوا. وكان فيها ايه الخبريه دي على الواه؟ اجابه يا جناب جاي من المقام. انت بتهتني يا شيخ الغفر ولا ايه؟ انفض اللي في قالعك. حاضر. البهوات كانوا ناويين يخرموا من عزبه السخاوي على عشش الصيادين بعد ما عرفوا ان كل رجالتها في البحر، وكانوا ناويين يتهجموا على حرمها. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ساكت ليه يا شاهد؟ ما ترد على شيخ الغفر. إيه الكلام ده كذب في كذب يا بشيخ حامد. اللي قالوه لشيخ الغفر كذبوا عليه وركبوه مرجحة الهوى. وانت عارف يا مولانا ان الصيادين والكفر بتاعهم كله في حمى السخوية، يعني المشكلة مش هتبقى من بشنين وكفر الصيادين، هتبقى بينها وبين السخوية. واحنا ما صدقنا الحال هدي بعد عركة اول عم ناول. معلوم. وانت كده عملت الصح يا علوان. وانت يا شاهر؟ اني ايه يا بشيخ حامد؟ انت بدل اخوك العمدة موجت، ولازم تتحكم في نفسك وتصوم مقام العمودية لغاية اخوك العمدة ما يرجع من سفريته، وبعدها بقى اعمل ما بدالك. وقول له ما يسلطش الانفار والتملية بتوع دار العمدة على الفلاحين والأجرية يخطفوا خزين بيوتهم. اقول لك ايه، لحد كده وكفاية من السعادي. خلاص انت مرفوض من مشيخة الغفر. فوق لروحك وخلي كلامك على جدك. صبرك امال يا علوان. دي روح دلوقتي شوف اللي وراك وكأنك ما سمعتش حاجة. ماشي يا سيدنا. انت بتزغرني ليه يا بشيخ حامد؟ لا انا مش بزغرك يا شاهر يا ابني، انا بحميك من نفسك ومن غضب اخوك العمدة عليك. شاهر ما تيجي. عايز ايه يا عبد الله؟ انت كمان، انت كمان دي كانك مصدق نفسك وكانك عمده بحج وحجيج. لو انت كمان جاي ورايا عشان تقتتني زيهم ولا ايه؟ وبعدين يعني فيها ايه يعني اما اكون عمده بجد وفتح الله غايه؟ اذا كان هو اللي عايز كده. عايزك سد خانه يا شاهر، منظر في الدار وبس. كان ممكن يخلي الشيخ حامد جاي مقام العمده، لكن هو عمل كده مخصوص عشان يقول للناس كلها
ان لازما ولابد العمده يكون من بيت اسماعيل الحسيني. طيب يا سيدي، متشكرين على النصيحه. علم، في حاجه تاني عايز تقولها؟ الحاج عايزك في المنزل. وعاوزاني ليه بقى ان شاء الله؟ عاوز تكمل الموال اياه؟ تعال بنفسك وانت تعرف يا شاهر. ارجع انت وقول لها شاهر مشغول بيطلع الاجريه في الارض، ولما يفضى هيجيك. سلام. اسمع انت وهو، عليكم ما تغيبش عنه لحظة واحدة، وإياكم يلمح حد فيكم. ما تخافش يا سي عبد الله، اطمن عيننا مش هتغرب عنه ثانية واحدة. ازيك يا سليم؟ الله يسلمك يا سي شاهر، اتفضل. أمال أمك فين؟ لو كنت بدرت شوية كنت لحقتها. هي الوليه دي ما بتتهدش، سرحت فين النهاردة؟ النهاردة سوق الحمول يا عناي. وسحبت البنت الصغيرة في إيديها برضك؟ أمال يعني هتشتغل بإيه؟ وابوكي راجد هناك في الخيمه، يجي من لفته يقضي ليله عند بورتوس، يسكر طيني ويرجع وش الصبح يفضل نايم لحد المغربيه، يقوم جعان ياكل اللي يلاقيه كله، ويضرب اي واحده فينا ايده الطوله عيشه تجري في الكلب. وانتي مفيش افراح الايام دي ولا ايه؟ ان شاء الله تتهني. افراح ايه؟ هو من يوم فرح اخوك العمده على خضره بنت السخاوي في حد سمع زغروته واحده؟ يا بنت يا بنت، ماني قلت لك تعالى جوزك واحد من الغفر بتوعي وتبطلي كار العوالم، وهو تبقي قريب. وابويا اعمل فيه ايه؟ لا يستحيل هيجوزني الا واحد من نور. سيبك من الموضوع ده، خلينا في المهم. عملت ايه في عزبه الصيادين؟ واني هعمل ايه يعني؟ ما انت اللي ما روحتش، مع اني كنت مفضيه لك السكه ومجهزه لك كل حاجه. كله من احسن اللي اسمه علوان ده. سامع؟ ما دام فرسه هنا يبقى اكيد هو جوه. طب بينا نتدرى ورا الشجر لغايه ما يجي يمشي. طب وايه اللي خلينا نستنى؟ ما خلاص عرفنا مكانه. ده اوامر شيخ الغفر وسي عبد الله، قال ما نفارقهوش لحظه. تعمل ايه عندك يا غفير التوهوم؟ انا بقول نزوق ونتحمى في شيخ الغفر. تحبوا ترجعوا لشيخ غفاركو بتشلبوا دم عشان تبلغوه ان النوبة اللي جاية عليهم. عبرك يا سيدي، عبرك يا سيدي. هي حصلت داني كده؟ ما بقتش شيخ غفر ولا حصلت شيخ شيخة، ولو سكتت على اللي حصل ده هبقى مع عيارة البراري كلها. بالاذن يا سيدنا، احنا سمعنا منه لكن ما سمعناش كلام اخو العمد. احنا ما بنكدبش يا شهاب. عليم الله، احنا ما قلنا الا اللي حصل. ومن غير ما يقولوا يا شهاب، ما انت شايف وشوشهم والخرزانه معلمه عليها خط خط. اغسل الشر يا عنوان، ما تخليش الغضب يوقعك في الغلط. يعني عجبك اللي حصل ده يا باشيك حامد؟ عايز رجالتين ضربوا ويتهان ووقف ساكت يكون شكل ايه قدام اهل البلد وقدام باقي الغفر؟ وازاي الغفر دول هيقدروا على البلد ويعرفوا يحكموها بعد هبتهم مطروح؟ طبعا ما يرضنيش ولا يرضي حد اللي عمله شاهر، لكن هو في الاول وفي الاخر جدع اخضر وعوده طري، ما الناس صالح بيه، وهنفوت له فرغه لحد اخوه ما يرجع ويبقى يحاسبه ويجيب منه حقك وحق رجالتك. ولا شرف بدي حناوي، قربوا حدايا هنا. تحت امرك يا ابو الحاج. وامورنا يا مولانا، حقكم في رقبتي واني حجبه لكم. خلاص يا مولانا، لا حداك ما يضيعش يا مولانا. يبقى انتهيلي. ها قلت ايه يا علوان؟ اللي تقوله ماشي على رؤسنا كلنا، بس انا ليا كلمتين معاك مش هنقولهم قدام الغفر. اتفضل. ادينا لوحدينا. خير يا علوان؟ مش هيبقى فيها خير بالشكل ده يا مولانا. شكل ايه يا شيخ الغفر؟ العمده فتح الله طلعت في دماغه يسيب البلد من غير مناسبه ويسافر المحروسه، وفات لنا العمل الراضي اللي اسمه شاهر ده، راكب على رسنه وعامل فيها عمده بحج وحقيقي. واذا فرضنا ان فتح الله اتاخر والغايب حجته معاه، هيبقى ايه الوضع؟ أني مضمنش غفري بعد ما شربوا الشاهر لوعة وكرهوه، ومش هقدر أحلق على عميل الجدع ده وامنعه يسوق سمعة أخوه وبيت الحسينة كله من غير قوة تسندني. وانت شايف إيه يا علوان؟
كان فيه كلام امبارح في بيت الحج عبد الخالق عن غياب فتح الله وهبل اخوه، وبيقولوا ان الوضع كده مش تمام وحيوصلوه للمركز والمديريه. للدرجه دي؟ عايزين البيه مدير المديريه يشيل فرع عرفان من العموديه ويرجعها للسواد. طب والعمل؟ حاجه من اتنين يا مولانا، الدين او الغفر. يعني ايه؟ اتكلم بصراحه يا علوان. شاهر يبعد ويقوم مقام العمده واحد مننا. انت بحكم انك شيخنا وكبير الايروانيه، يا اماني باعتباري شيخ الغفر. انت دماغك حدفتك لبعيد قوي قوي يا علوان. صدقني يا بشيخ حامد، شاهر لو فضل قايم مقام العمده حيخربها على دماغه ودماغ اخوه ودمغت كل الحسينه من فرع عرفان. المساله مش سهله. عارف انها مش سهله بس لابد منها. سيبنا فكر وحرد عليك الليله بعد العشاء. نبهتي لي يامه. جيت يا عره العمد. انت بتقولي لي يعني الكلام ده يامه؟ يعني عره؟ ايوه خزيان اياد. لا مش خزيان يامه ومش عره. واذا كان الفصل اللي قاعد جارك ده هو اللي ملا ودانك علي، يبقى هو اللي عره. انا ما قلتش حرف لامك يا شاهر. انت اللي عمايلك وسيرتك واخبارك ماليه بشنين وعزبه السخاوي وكفر الصيادين كمان يا شاهر. بقول لك ايه يا عبد الله، انا العمده ومحدش له حاجه عندي. اخرس لك، انت بتجح وتقولها قدامي؟ لكن الحج مش عليك، الحج على اللي افتكرك راجل وقومك مقامه. كفايات يا ام، انا راجل من ظهر راجل. هي المرجله عندك ايه يا ولد؟ تركب الفارسة وترمح بيها وتضرب الفلاحين الغلابة وتكسر لبواب على الحريم وتلم قلاضيشك وتتسحبه بالليل زي المنصر وتحطه على بيوت الصيادين الغلابة اللي بيدوروا على رزقهم في البحر وتفضحوا نسوانهم وولادهم؟ هي دي الرجلية؟ وتقول لي راجل من ظهر راجل؟ فينك انت من ابوك الله يرحمه اللي كان يستحي ادخل عليه الحمامة ومرش له ظهره؟ الله يرحمه يا أمه، كل وقت وله أدان. وده أدانك دلوقتي؟ ها؟ لا كنت ولا كان لك أدان. امشي غور من قدامي، غور، مش عايز أيدي تتبدى عليك. بزيادك يما، بزيادك، أنت صاحبة عيا ومش حمل اللي بيحصل ده. خلاص مفيش حاجة يا عبد، مفيش حاجة. بالإذن يا ست الحاج. عايزة إيه أنت كمان؟ مولانا الشيخ حامد عايز يقابلك. تبقى أنت يا شيخ حامد. هل بت ما انت عارفه يا حجه ان الايروانيه ما لهمش طمع في العموديه ولا عندهم نيه يبقوا من الحكام؟ ايوه عارفه، لكن انا مش عايزاك تبقى عمده بجد. ده شويه كده عشان الواد الطالش ده ولغايه فتح الله ما يرجع. اصل الوضع علوان طمعان فيه. قلقانه من علوان يا حجه. وانت ايه رايك؟ تامن انه يقوم مقام فتح الله وتضمن انه ما يطمعش فيه؟ لا يا حجة، وعشان كده أنا جيت أتحدث معاكي، مش عشان تأذني لي إني أمسك بدل شاهد، لا، إنما عشان أترجاكي تشوفي طريقة تبعتي بها للعمدة إنه يرجع بسرعة. أنا مش فاهم أصلاً إيه اللي سفره في وقت زي دي. ولا أنا فاهمة، بس إحنا لازم نلاقي طريقة نوصل له بها اللي بيحصل. أهلاً وسهلاً يا جازي هاني. أهلاً يا ست صفية، شرفتيني، تفضلي. أهلاً 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 وسهلاً يا حاج عزام. أهلاً بيك يا لطيف بيه. أقدم لك صهري الشيخ فتح الله الحسيني، عمدة بشنين وزوج بنتي. ما شاء الله، أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك سعادتك. تعالوا عشان أقدمكم لسمول برنس. سمول برنس اسمح لي يا فندم أقدم لسموك اثنين من أماثل وجهاء الوجه البحري، الشيخ فتح الله الحسيني عمدة بشنين، والحاج عزام من أكبر ملاك الأراضي في الوجه البحري وابن عمي يا فندم. شوك يزال حجي عزام، شوك يزال. يرجع مرجعناه لكلام قالوا أنور باشا في مجلس مبعوثان، كلام خطير، معناه إن باب علي
عاوز يقلل من تدخله في شؤون مصر الداخلية. جمعية اتحاد وترقي شايفة ان دي استسلام لسياسة انجليزية تريد هدم خلافة اسلامية. هو الضيف اللي طب عليك في بشنين في عز الليل مع الولد حماد السخاوي، مظبوط؟ هو كان اسمه علي؟ لا 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 لا، ايوه علوي. لا كده ما ينفعش. ازيك يا علوي بيه؟ اهلا وسهلا. يا خبر ابيض، العمده فتح الله عمده بشنين. اهلا 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 يا الف مرحب، اهلا بيك. ازيك يا علوي بيه؟ الله يسلمك. ايه اللي جابك مصر على سهوه كده؟ مصالح بقى. مصالح؟ طب اقعد معانا، اقعد اتفضل. لا اظنكم هنا هنتجاعد مع نسيب هنا. هو نسيبك لكن احنا مش هنسيبك. اتفضل اقعد معانا، اتفضل يا راجل. اهلا 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 اهلا. هوانم نسمع موسيقات وسيدتي غني. تطلع مين دي يا ست صفية؟ دي البرنسيس كيزمات، مرات البرنس يلمز اللي قاعد تحت ونفش ريشه. شس، عاوزين نسمع مغنى. يا اختي تصدقي بقى نفخة كتابة. صدق اللي قال تركي بجم ماشي حافي وشايل جزم. بعد سيدة فندي انا اعرف شغلي معاكي فلاح خرسيس. ايه يا عمده، ايه رايك في الصعيد؟ البرنس مبسوط منه قوي. يا راجل انا بسالك عن رايك انت. يعني ضيف علو بيه، واللي بيقدمه لي اللي مضيفني لازم اقول عليه حلو. برافو يا عمده، راي سياسي درجه اولى. مع اني ماليش في السياسه خالص كده اهو. طيب قوم معايا. قوم قوم معاك. اروح على فين؟ الفرندا اللي هناك دي بعيدة عن الصيط والتخت بتاعه. هنقف شوية نشم هوا ونتكلم مع بعض. اتفضل. ما ينفعش تبقى عمدة وتقول ان ملكش في السياسة، لان العمودية اصلا سياسة. يعني انت مثلا لما تحكم بلد صغيرة حتى لو كانت كفر او عزبة وتبقى مسؤول عن اهلها وتتصرف في الارض والامن وتحت ايدك مصالح كتير وعساكر وغفر، كده تبقى غرقان في السياسه لشوشتك. انا اقصد سياسه مصر كلها حلوه افندي. ما تفرقش كتير يا عمده، حتى وانت بشنين البلد الصغيره لازم تعرف ايه اللي بيحصل براها، لان اللي بيحصل في البلد الكبيره لازم يوصل وياثر على الكل. صدق لو قلت لك إن ده اللي خلاني أجل محروسة من غير معاه؟ أصدق، بس إيه هو؟ أنا عايز أعرف حاجات كتير، وجايز تبقى في صميم السياسة اللي بتحدثنا عنها. حاجات زي إيه يعني؟ زي الأرض مثلا، الدائرة السينية مكتفة الزمام كله ومعظم الطين تحت إيدها، والطين عندنا عزيز وشاحح. بيننا وبين الهيش والأرض الملحة شريط كنس ما يجيش طوله في عرضه أكتر من 500-600 فدان، واللي الخص الحسينة فيه سوالم وعرفانية ما يزيدش عن 200 فدان، وأنا العمدة يخصني كم فدان عمي. يحكم إزاي عمدة زمام ما يملكش فيها أكتر من كده؟ ده انت بتحسبها حسبة عجيبة قوي يا شيخ فتح الله. ما تتحسبش غير كده. شوف يا بيه، الارض عزوة والعمدة من غير عزوة لا مؤاخذة خيال مقاتة، خصوصا لو كان حواليه اغنية واصحاب طين اغراب ومش من البلد. طيب انت مجيتك المحروسة هتساعدك ازاي في ده؟ أصلاً ماليش سكة مع ناظر الوقف ولا مدير المديرية. جا
جاي اشوف حد اخذ منه من غير ما حد يحاسبه. الدائرة السنية؟ هي بعينين. يا شيخ فتح الله، ده انت حكاية. حكاية لسه فاولها علوة فندي. بس تعرف انك نشنت صح. الامير يلمز اللي قاعد جوه ده عامل زي الديك الروم المنفوش، هو مفتاحك، مفتاحك اللي هيفتح لك السكة كلها، الاراضي نواحيكم كلها داخلة في املاك الدايرة السنية. والدايرة سداح مداح، الشاطر اللي يحط ايده على اكبر مساحة يقدر يحكمها، يبرطل الديك الرومي المنفوش، يسلموا الارض ومعاه حجتها. بتتكلم جد يا الوفندي؟ يعني جاي بطبش، عايز الاقي سكة لحد في مديرية الغربية، والحمد لله لقيت لطيف بيه اللي عرفني عليه عزام نسيبي. هو لطيف ده هو اللي ممكن يوصلك للبرنس. شد حيلك. على فين؟ لا ما انا اصلي معايا ناس جوه قاعد معاهم، لازم اروح اقعد معاهم تاني. على فكره انت قبل ما تسافر انا هتصل بيك، لازم اشوفك واتكلم معاك. اكني دي اللي جابك من بشنين من غير معاد. الموضوع كان في دماغي بقاله حبه، لكن اللي نبهني وحركني هم الأربعين فدان اللي اشتراهم يونس السخاوي قبل كفر الجرايدة، وحسيت ان السخاوية بيكبروا املاكهم واحنا نايمين في العسل. والارض اللي انت عايز تاخدها من الدايرة دي ليك ولا للحسينة كلهم؟ العمدة الاول يا ابو نسب، ولا ليك رأي تاني؟ وفي حد له رأي بعد رأيك يا عمدي؟ اطمن، بكرة من صباحية ربنا حكون عند لطيف بيه، وحنشوف سكة للبرنس يلمس، وإن شاء الله حاجتك مقضية ورقبتي سدادة. صدق الله العظيم. أيوه أيوه اللي بتخبط. أيوه. السلام عليكم ورحمة الله والشيخ حامد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا علام. يزيد فضلك يا مولانا. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. شوف يا علام، انا عاوزك في حاجه مستعجله. خير ان شاء الله. عاوزينك تنزل المحروسه مرسال للعمده فتح الله من غير ما حد يعرف ولا حد ياخد باله، وان حد سالك قول لهم ان انت عندي قرايبنا اللي في المنصوره. وليه الاحتياط ده كله يا بشيخ حام؟ انا هقول لك، بس انت اسمعني كويس وطرتك ودانك. هالبت من تراسي على اللي حاصل ما بين شاهر اخو العمده وعلوان شيخ الغفر. زودوها قوي ومش ناويين يجيبوها البر. الكلام اللي اتقال في الجامع بعد صلاه العشاء الليله مش لادد علينا يا شيخ الغفر. اللي عملتوه ده زي اللي عملوه الانجليز مع افندينا عباس حلمي. عجايب يا حاج، الجاب لجاب، لا شاهر كان خديوي ولا احنا انجليز. البلد لها عمدة يا شيخ الغفر، هو اللي مقوم اخوه مقامه، يعني يبقى زيه لغاية ما يرجع، واللي مش عاجبه يبقى مش عاجبه العمدة. ده اهده، بسم الله ما شاء الله، تقولش مصطفى باشا كامل بيخطب؟ انت بتتمجلت علي يا علوان. وشان كلامك وانت بتتحدث مع كبير الحسينة يا شيخ الغفر. انت كبير الغفر برا الدار دي بس، لكن اول ما دخلت هنا زيك زي اي فلاح في البلد. ودار الحج عبد الخالق قبل دوار العمدي. الله اكبر، ده مش الجوني بس، اتبي كمان خلف ابو حليمه طلعت لهم السنه وسابقين كبيرهم. سامع يا بهيم منك لك، جبتوا لنا كلام، خدهم يا جوني واطلعوا بره وسيبوني مع شيخ الغفر لوحدينا. طلعوا لكم الشاي يا تسوقي. وشربناه يا تجولي، كتر خيركم. وانت يا رمضان ما تورينا مكان ضرب الخرزان. اني ما حدش ضربني يا ابو حليم. مش هو يا ابو حليم اللي انضربوا شرف وحناو. اللي ما انضربش امبارح ينضرب بكره ولا ايه؟ اسال شيخ الغفر اهو عندكم جوه. اللي انا مستغرب له يا حاج عبد الخالق انك محمود قوي علشان شاهر، مع اني عارف والبلد كلها عارفه انك لا بتطيبه
ولا بيطيق بيت اسماعيل الحسيني لا في سماء ولا في ارض. الحب والكره ما لهمش دعوه بالاصول يا علوان. الاصول حاكمه بشنين من يوم ما اتنشأت، والاصول هي اللي خليت نقف مع فتح الله الحسيني وخليه يسجن صابر ابن اخويا ويرحله ويرميه في جزيرة العاصي لغاية ما يموت غريب ومنفش. وقفنا مع الوصول يا علوان مش مع فتح الله، ودلوقت بقف مع الأصول مش مع شاهر. والأصول دي بقى بتقول ايه يا حج؟ بتقول اللي يحطوا العمدة ما يشيلوش غيره. وإذا كان القرواني شيخ الجامع هو اللي ادانا الفتوى نعمل كده عشان يبقى جاي مقام العمدة. القرواني بتاع ربنا وبتاع الجامع وعمره ما طمع في دنيا يا حد، يبقى ملوش دعوة بأمور الدنيا. الأصول بتقول كده طول عمرها متقسمة، الجامع لنسل القرواني والدوار للحسين. الأصول بتقول كده. الأصول تقولتها كتير الليلة، بس دي بقى تنفع لما تحب تسرطن عقول الفلاحين وباقي عيلة الحسينة، بس ما تنفعش معايا يعني. تقصد ايه يا شيخ الغافر؟ أنا عايزك تعرف إني فاهم غرضك الحقيقي من الشعبطة في الأصول. وإيه هو غرضي يا فصيح؟ أنت عارف كويس إن شاهد ده أهوج خفيف مش راسي، وإن كل يوم بيقعده على كرسي العمودية ولو مؤقتا بيسيء لأخوه وبيجمع الناس ضده، وإن غيبة فتح الله لو طولت وشاهر طايح في البلد والخلق حتخرج العمودية من بيت عرفان وتطلع فتح الله من الدوار. علشان كده إنت عايز شاهر يفضل، وما خلصكش ان الشيخ حامد يتدخل ويبعده ويحفظ العمودية لصاحبه. ولنفرض يا علوان انت يرضيك اللي بيعمله ولاد اسماعيل الحسين، يرضيك ان غفرك ينضربوا زي البهايم بالخرزانة؟ ده حسابي وهعرف ازاي اصفيه. وتنط عليها في يوم من الايام. يهدي مش عارف يهدي، بس مش هتقدر يا ابن ابو حجر، لانك هجين، لا انت من الحسنة ولا انت من الارواني ولا انت سخان. فاعدل الميزان وشوف الكفة اللي حتطب فين وطب معاها. روح يا علوان يا شيخ الغفر، روح نام وحط دماغك على المخدة وفكر بعقلك. دي خطة عبد الله، افتح يا سيدي. حاضر يا سيد الحاج. حاضر. الحاجة صاحية يا صديقة؟ ايوه اتفضل. مساء الخير يا ام. مساء الخير والسعادة يا ابني. أنا برا جنب الباب يا ست الحاج. طيب. لقيته؟ لفيت عليه البلد حتة حتة يا أما لحد ما جلاية حفيت. رحت عزبة السخاوي وكفر الصيادين. ما فضلش غير مكان واحد وما أقدرش أروح. مكان إيه ده يا ولد؟ خص سليمة النوارية. مش عرفك إنه هناك؟ ما أنا قلت لك يا أما لفيت عليه البلد حتة حتة. وبعدين في ناس شافوه هناك. ناس مين؟ قول لي يا ابني ما توجعش قلبي. الغفر اللي مكلفهم علوان يسرحوا وراه. بقى راجد عند سليمة من المغربية. وزع ابوه وامه واختها الصغيرة. فرصتنا يا سيدنا. فرصتكم تعملوا ايه يا حناوي؟ اللي تشوفه يا سي علوان. ايوه بس سي شاهر ده مش لازم يتساب يا شيخنا. ايوه بس انت غفير العمدة الخصوصي يا شرف، وانا عارف انك بتحبه ومخلص له لانه راجل ده حق ربنا شه ودغري وملوش في الحال المايل ولا الماشي البطال.
بس اخوه مش كده، والبطن جلابه يا سعلوان. بس الشاهر لازم يتربى. انا عارف ان كرامتكم مجروحه ولا يمكن هتقدروا تنسوا اللي حصل بالساهل ولا بعد 100 سنه. لا هناوي، ممكن ننسى في لحظه بس بعد ما ناخد طارن. عداك العيب يا شرف، وبعدين انتوا غفري رجالتي، والمشيخه مش كلام. انا المسؤوله اخلص لكم طاركم الليله قبل بكره. الليله ازاي بس يا سعلوان؟ هما النور بيلبسوا ايه يا شرف؟ زي العربويه يا شيخنا. ولبس النور اللي عندنا فين يا حناوي؟ في مخزن بيت العده والكرباج، من يوم ما لمينا النور اللي حطه في غيط الشيخ يوسف. هتلبسوا لبسهم وهتاخدوا معاكم دسوقي ورمضان، وتعملوا اللي هقول لكم عليه بالظبط. اعتقوني اعتقوني لوجه الله. خلاص يا خاينه، سامي اتجوزني حتى سال ابوي. في ايه؟ في ايه سليمة؟ دول جرايبك ولا ايه؟ اخلص انت عرف تضرب بالخرزانه عندك الحكايه. لا تقول لي ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حال عن الاشياء ماشي ورضا. هو ابن ادم ريشه طايشه في قضاء، ده الصبر طيب والسؤال له جواب. نعمل صواب تاخد نصيبك ثواب، واحسبنا عند الله في يوم الحساب. واحسبنا عند الله في يوم الحساب. والصبر طيب الصبر طيب، بحر الحياة متاهات وبر النجاة. في الغيب طايحة بنار ياح الجدر، في الدنيا دفة تحدد الاتجاه. وعجل يهدينا نفادي الخطر، ونشك سكتنا في قلب الضباب. والصبر طيب الصبر طيب، لكل لك ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حل عن الاشياء ماشيه ورضا. هو ابن ادم ريشه طايشه فضا، والصبر طيب والسؤال طيب. واللي يصبر ينول، واللي حلم وعيونه صحين يكون. وعدوا ان الدنيا دي بحالها نول، وسعوا على الله للتجال والركون. تلاقوا توب العيشة زهزه وطار،